هو هاني سليم، مسير شركة فريكسيون تك، شركة جزائرية مختصة في تصنيع البطاريات، تصنيع البطاريات للعربات دي باتي دي ديماراج و تو تيب دو فيكول كونفوندي. وجودنا اليوم في المعرض هذا كما انا متواجدين فيه في كل ايديسيون نكونوا فيه. اول شيء هو الترويج، يعني بور لا بروموسيون تاع لو برودوي تاعنا. سي ان برودوي الجيريان 100% الجيريان، دونك نعرفوه للمواطن اللي راه كاين برودوي الجيريا، ونعرفوا الشركات اخرى على كل حال، لان ما بين الشركات كاين مناولات يصراو. حنا رانا هذا لا بارتيسيباسيون تاعنا هذه تهدف لهذا الشيء هذا. التواجد تاعنا في هذا لو صالون، عندنا سي بور اكسبليكي تانيك لا نوفال استراتيجي تاعنا، اللي هي شراكه بين الجزائر والمانيا. حنا وقعنا اون سيني بروتوكول داكور مع سوسيتي المون بحضور وزير الطاقه الجزائري ووزير الاقتصاد والفيس شانسولي المون، حوالي شهر من هذا الوقت هذا. مدينا هذه الشراكه هذه لي سي بور لاكيزيسيون دو تكنولوجي تاع لا سوسيتي هذه مول. هذه لا سوسيتي مول البرودوي دو لا باتري اوتوموبيل في المانيا، وتزود شركة فولكس فاجن ب 80% من المنتجات نتاعها. يعني كي نقولوا فولكس فاجن رانا نهضروا على ان كونستركتور اوتوموبيل دو نيفو اللي عنده لي زيكزيجونس تري بوينتو. حنا شفنا مع هذه الشركة هذه الحمد لله لحقنا الاتفاق باش نشريو عليهم لا تكنولوجي ونخدموا لو ميم برودوي هنايا اون الجيري افيك لا تكنولوجي امون. كاين ان ترونسفير تكنولوجيك سي توت افي نورمال، يعني ماشي للتسويق ولكن للتصنيع. كاين ترونسفير تكنولوجيك، ونخص بالذكر هنا يعني ملاحظه لهاد لا سوسيتي هادي مول عندها ان بروفي تاع اون تكنولوجي عندها هي برك في اوروبا، عندها هي لا تكنولوجي باش تخدم هاد الباتري هادي لا اف بي. هاد البطاريه هادي هاد البطاريه سي اون باتري تري سبيسيال اللي تركب في كاع لي فيكول جدد هذوما، باسكو اللي ما يخفاش الحال لي فيكول هذوما عندهم كونسوماسيون كبيره تاع الالكتريسيتي، دونك خاصهم اون باتري ان بو سبيسيال. الحمد لله حنايا رانا في الـ في الـ في, الـ في الشركه تاعنا عندنا طاقه انتاج حوالي 2 مليون دو باتري في السنه. طاقه الانتاج هذه راهي طاقة كيما نقولوا كاباسيتي ماشين، مازال ما لحقناش هذا الفوليوم هذا، ولكن رايحين له ان شاء الله باش نلحقوا له هذا لا كاباسيتي دو برودكسيون. لا برودكسيون تاعنا راهي تلبي حاجيات السوق على كل حال. ليكسبورتاسيون يعني حنا ونا شيرشي دوتر مارشي، درنا دوز اكسبور، ولكن ماهوش ما رناش مركزين بزاف على التصدير، لان السوق الوطنيه عندها اون دوموند امبورتونت. وما نساوش باللي دخول هاد لي كونستركتور اوتوموبيل راح يحتاجوا هما تاني اون كونتيتي تاع لا برودكسيون تاعنا، دونك رانا نبيو حاجيات السوق وحاجيات هاد السوق الوطنيه ولي برودكتور تاني اوتوموبيل. ومن بعد ان شاء الله يعني او بلو تار 2025 ان شاء الله ولا بد نروحوا لتصدير الماده نتاعنا اللي هي البطاريه. ولكن حنا رانا يعني نخصوا الذكر بالجوده، لان التصدير راهو عنده خاص يكون البرودوي دو كاليتي باش البرودوي يكون عنده صدى في لي مارشي في مارشي انترناسيونال. ولهذا الشيء هذا حنا راكم تشوفوا هنايا يعني دي ديفيرون تيب تاع بطاريات المانيه اللي درنا معاهم شراكه، اللي راح نصنعوهم هنا جزائريا، يعني 100% جزائريه بالتكنولوجيا هذه اللي راكم تشوفوا فيها. وهذا